اوكي خلاص. سيلانس. لا لك انت جالس على الكرسي. لا انا ماني جالس، انا قاعد على الكرسي بس ماني جالس. خي شو عم نحكي؟ ما عم اقول لك جالس، جالس خي القاعد. ما هيدي الشغله اللي صرنا عم نحكيه وعم نختلف انا وياك عليها، انه انا حاسس حالي قاعد، جسمي جالس بس انا ماني جالس. انت مربطني على هيدي الكرسي وانا حاسسها مربطتني، يعني ماني مرتاح وماني حاسس حالي جالس. انا ما بحس حالي جالس الا ما اكون واقف، بوقف حد الكرسي وبحكي جالس.